السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي شوف ازاي نعمل عمود وقاعدة ونعمل توصيلات بينهم. فاجي هنا في ستراكشر واقول له انا عايز كولوم، وابدأ اختار الكولوم اللي انا عايزه، وليكن مثلا بالشكل دوت. طيب بعد كده هقول له انا عايز القاعدة فاونديشن ايزوليت، واقول له اد كولوم، وابدأ اختار واقول له فينيش. وبعد كده هقول له من ستيل، هقول له انا عايز اعمل بلاك. وممكن ابدأ احدد بقى الحاجة هترسم فين، يعني شو. هو هيرسمها على نفس القاعدة، لو مش هيرسمها بقول له ست واقول له بيك ابلان، وابدا اختار البلان اللي انا هرسم فيه. وبعد كده هقول له انا عايز بقى ابدا ارسم البلان بتاعتي، وليكن مثلا من هنا لهنا، تمام، 10. ممكن مثلا نرسمها بالشكل دوت. وبعد كده هبدأ ألغي الخطوط ديت، تطلع معايا بالشكل دوت، وأقول له موافق أعملها لي بالشكل ده. وأقدر أتحكم في السيكنس لو أنا عايز أغير السيكنس دوت. وبعد كده هاجي هنا في الستيل واقول له انا عايز اعمل البولت بتاعتي، المسامير بتاعتي. طيب انا عايز اعمله فين؟ عايز اعمل هنا اهوت، وهقول له انتر، فبيبدا يقول لي اختار بقى الحاجه اللي انت تحط عليها. حط مثلا بالشكل دوت اول واحده مثلا اهيت، واقول له موافق، عمل لي الاربع مسامير بالشكل دوت. طيب ممكن احدد الاربع مسامير دول واقول له مثلا انا عايز اغير المسافه اللي بينهم، او ممكن لا ده انا عايز هو مسمار واحد كافي بالشكل دوت. وبعد كده ممكن تاخده بقى كده كوبي مثلا من هنا لهنا مثلا لهنا مثلا لهنا بالشكل دوت، تظهر معاك الحاجة بالشكل ده. طيب لو عايز برضه تعمل بلات هنا، هتقول له مثلا عايز ست، وتبدأ تقول له بيك أبلان، تختار بالشكل دوت، وتبدأ بعد كده ترسم الحاجة اللي انت مصممها بالشكل دوت، وتبدأ تقدر تتحكم في الحجم بتاعها، وتقدر تتحكم في المكان. يعني ممكن تقول له دي مثلا خليها بالسالب مثلا، او تقدر تقول له ديت انا عايز اقول له اعمل لها موف او بط. ممكن تيجي وتقول له انا عايز اعمل كوبي منه اهوت، كوبي تقول مثلا من هنا لهنا بالشكل دوت، وتقدر برضو تنسخه تاني كوبي من هنا لهنا، وهكذا تعمل روتيت الناحية التانية وميرور وهكذا.